عموما بما ان شهر رمضان على الابواب بعادات صحيه كثير بنكون بنقوم فيها قبل شهر رمضان ما بنقدر نمارسها خلال شهر رمضان لانه يعني عدد الوجبات رح يكون محدود، وطبعا فيش فطور الساعه 8 7 9 الصبح، فكل هاي العادات بتتغير ممكن تاثر على ناس، ولكن خلينا نستفيد من هذا الشهر الفضيل ايضا لاجسامنا ولصحتنا. بتنضم لنا اخصائيه التغذيه رهف سماره. بنصبح عليك يا رهف. صباح الخير رندا، سوري. صباح الخير على جميع المشاهدين، وكل عام وانت بخير. انت بألف خير. وكل عام بخير، وكل عام وكل المشاهدين بخير بمناسبه عيد العمال وبمناسبه حلول شهر رمضان، وان شاء الله ينعاد على الجميع بالصحه والسلامه. حبيبتي رهف، يعني احنا زي ما كنت عم بحكي بالمقدمه بشهر رمضان على الابواب، وهلا ضايل كم من يوم قبل رمضان، والواحد ببلش هيك الهم كيف بدي اتعود. دائما بيقولوا اول اسبوع 10 ايام بيكونوا صعبين برمضان لحد ما الجسم يتعود بالضبط. فهلا قبل رمضان ايش ممكن نعمل اشياء معينه عشان نحضر حالنا؟ بالضبط. هلا المشكله الاساسيه اللي بتصير عندنا انه بصير في عندنا تغيير جذري وتغيير مفاجئ على جسم الانسان، بتغير مواعيد الوجبات، صح، بتتغير الساعه البيولوجيه كامله لجسم الانسان من ناحيه ساعات الصحيان او ساعات النوم، بصير في عنا تغيرات على يعني على صعيد الجسم كامل. هذا الإشي ممكن يؤدي لاضطرابات هضمية عند الصائمين، وفي كثير من الدراسات وجدت إنه الأشخاص اللي بصيبهم شعور من الجوع والعطش والنعاس خلال فترات النهار، طبعاً هاي كلنا معرضين لها بشهر رمضان، صح، وكمان الأشخاص اللي ممكن إنه يصير في عندهم نقص بشكل مفاجئ في مادة الكافيين ومادة النيكوتين بالنسبة للأشخاص المدخنين، هذا النقص اللي بصير عندنا مفاجئ هو السبب الرئيسي للصداع وللتعب اللي بصير عندنا. طبعاً نحن عشان نتفادى هاي الشغلات أو عشان نخفف منها في بعض العادات ممكن نتبعها، حسيت يمكن بعض الأشخاص ما بأخذوها كتير بعين الاعتبار، بالعادة بيركزوا دايركت على شهر رمضان، صح، وبيهملوا الفترة اللي قبله مع إنها فترة يعني مهمة جداً ممكن نستفيد منها. وفي بعض الأشخاص حتى ببلشوا يصوموا أيام من شهر شعبان حتى يعودوا جسمهم على الصيام. هذا إشي صح. بالضبط. هلا أول ستيب، أول خطوة بنقدر نعملها اللي هي أهم شغلة، إنه نحن بدنا نقلل بشكل تدريجي من مادة الكافيين، لأنها هاي أكتر مشكلة موجودة عند الأشخاص. انا من الناس اللي بعرفش احكي مع حدا قبل ما اشرب فنجانين قهوه. بالضبط. يعني كثير بتلاقي من الناس الصايمين، حتى انا الاشخاص اللي بعرفهم بيكونوا يعني بيكونوا عم بيحكوا بس لو كاسه القهوه الصبح واحنا امورنا تمام، مو مشكله لموضوع الاكل. صح. بالضبط. فانه الواحد يبلش يخفف تدريجي من ماده الكافيين اللي بتناولها. للاسف صاروا الاشخاص عم بتناولوها بشكل كثير كبير، يعني ممكن يوصل من 4 إلى 5 اكواب اذا مش 6 في اليوم من القهوه، وهذا سيء طبعا. فنحن بدنا نخفف تدريجي، انه انا اصير اشرب كاستين باليوم او كاسه واحده، وممكن قبل رمضان بيومين اقطعها بشكل مفاجئ. هي صعبه شوي بس اللي بيعملها بيستفيد بشهر رمضان. حتى في دراسه وجدت انه 41% من الاسباب اللي بتصير عند الاشخاص في شهر رمضان اسباب الصداع هي سببها ماده الكافيين، النقص الحاد. واو. اللي بصير عندنا. بالضبط. وعشان هيك بنلاقي خلال يعني اول فتره برمضان بتكون هي اصعب فتره بتمر على الناس. بالضبط. خلال اول ايام، اول 10 ايام تحديدا، يعني هي اكثر فتره بيواجهوا فيها الاشخاص مشاكل صحيه او تعب وارهاق وبعض المشاكل الصحيه البسيطه اللي غالبا بتكون لها علاقه بالهضم، ممكن يصير في عسر هضمي، تلبك معوي، وهاي المشاكل. وهي شوفي اغلبيه الناس كمان اللي متعوده تاكل وجبات صغيره خلال النهار. بالضبط. كمان هذا الشيء بياثر عليهم كثير، بتحسي معدتهم كثير توجعها. هاي كنت واحدة من الخطوات اللي بدي احكيها هلا. انه نحن نبلش قبل رمضان بمده يعني 5 ايام، يعني احنا اليوم الاسبوع بالضبط لاربع ايام نقلل عدد الوجبات اللي بنتناولها باليوم. يعني انا اصير اوريدي عم باكل بس 2 لـ3 بهذا اليوم، عم بجهز جسمي لوجبتين او 3. تخيلي اخصائيه التغذيه عم تقول لنا خففوا الوجبات، عاده كل اخصائيه التغذيه بالضبط. طبعا هو اكيد احسن انه يكون في عدد وجبات كثير وتكون سعراتها الحراريه اقل. صح. بس قبل رمضان يعني احنا قبل رمضان بالذات عشان نبلش نهيئ جسمنا. بالضبط. هاي حاله خاصه، فنحن عشان نهيئ جسمنا 100%. طيب كمان من العادات اللي ممكن نتبعها انه نحن نغير الساعه البيولوجيه عندنا. يعني في كثير من الاشخاص هاي مشكله بيعانوها بشهر رمضان، انه بتروح عليهم وجبه السحور. طبعا وجبه السحور جدا مهمه بشهر رمضان، هي اهم وجبه، وخاصه انه احنا هلا ساعات طويله، يعني اكثر من 16 ساعه تقريبا. بالضبط. هي اكثر وجبه بتساعد الجسم على انه يقدر يتحمل هاي الساعات الصيام الطويله، فمشان هيك بننصح الاشخاص يبلشوا يصحوا ابكر. يعني اذا انا بصحى على شغلي على 7 أو على 8،
مش غلط اصير اصحى قبل الفجر في نص ساعه. ابيه هلا راح يطلعوا هيك ويقولوا لك يا رهف ما احنا بدنا ننام، الواحد تعبان. نحن هيك هيك حنصحى نتسحر فيلا. صح من هلا دربوا اجسامكم. صح بالضبط. طبعا كمان واحدة من النصائح انه نحن قبل رمضان يعني قبل بفترة أبلش أخفف المأكولات العالية بالدسم، أبتعد عنها، يعني لو أوقفها تماماً بيكون كتير أفضل. أوكي. اللي هي الحلويات، المقالي وهاي الأشياء، لحتى لأنه هاي الأطعمة يعني هي بتحتاج جهد كتير عالي من الجهاز الهضمي لهضمها، فنحن بدنا نعود جسمنا على أنه يتناول الأطعمة اللي بتكون سهلة الهضم مثل الشوربة والخضار والفواكه والشوفان حتى ممكن. اوكي هلا وصلنا شهر رمضان وبلشنا باول ايام الصيام، قد الواحد ياكل بالضبط؟ تمام، ايش يعمل؟ اوكي هلا خلينا نقسمها حسب الفئات العمريه، يعني اول شيء للاشخاص اللي في سن الشباب نحكي من 15 ل 65. أوكي. كلنا بنعرف بدنا نبلش في كاسه المي اللي هي طبعا هاي كمان السنه النبويه الشريفه. صح. كاسة المي في معلومة حلوة انه يفضل انها ما تكون باردة، دافية لازم. بالضبط لانها يتفاجئ جسمك. بالضبط، وبتعمل تقلصات بالمعدة وبتضلها فترة اطول. اهلا وسهلا. ثاني شيء بدنا ناكل حبة تمر او ثلاث حبات، ممكن حبة يعني احسن. بالضبط، او الرطب. هلا الرطب بتفرق عن التمر او فيها ميزه، الرطب اللي هي نفس التمر. نفس التمر بس اللي بتكون مش معرضه لعمليات التجفيف بشكل كتير كبير، فبيكون فيها فيتامين سي. واو. عن التمر. اوكي بالضبط تمام. اوكي هلا بعدين بدنا نروح لصحن الشوربه. صحن الشوربه بالعاده بنختار انواع من الشوربه اللي بتكون خفيفه، شوربه الخضره ممكن، ونبتعد شوي عن اللي فيها كتير كريمه واللي فيها كتير فطر، بالذات للي بيحاولوا يخففوا من وزنهم يستفيدوا من شهر رمضان. بعد الشوربه يفضل هاي الفتره يصير في عنا انقطاع عن الطعام، يعني ناخذ بريك ثلث ساعه لنص ساعه بالضبط، يعني ممكن اني انا اروح اصلي المغرب بعدين ارجع اكمل وجبات الافطار او الوجبه الرئيسيه. يعني انا بصراحه دائما بحس كل سنه قبل شهر رمضان بنرجع بنعيد نفس النصائح، وبترجع بتسمع الناس بقول لك انا صار لي تلبك معوي، انا مش قادر، انا هيك، لانه اذا احنا بنتبع هاي الخطوات اظن هي خطوات بسيطه. بالزبط. بالزبط. بس الواحد رح يريح جسمه رح يريح حاله كمان. بالضبط، بعدين لو نتبعها بالبيت بشكل كامل، بالعاده بتلاقي فرد بالبيت عم بتبع نظام غذائي صحي. مزبوط. فصعب عليه انه يلتزم فيها لانه بكون الوجبه قدامه وانا بدي استنى نص ساعه لاكل. فلو نحن من الاساس بنغير نمط حياتنا في البيوت وبنصير نتعود انه نقدم الشوربه بالاول، بعد بشويه وقت تنزل الوجبه الرئيسيه، هذا الشيء كثير بيساعد كل افراد العائله. طيب هلا العزايم بتكثر. اوكي. والبوفيهات يعني حدث بلا حرج، بنصير نشوف جبال وقمم من الاكل بالبوفيهات. طب تكدس هاي المشكله. يعني بتصيري تشوفي مثلا فريكه وجاج مع لحمه مع باستا مع السلطه مع اللبن كله فوق بعض. بالضبط. ايش الواحد يعمل بالبوفيهات؟ ايش الواحد يعمل؟ هلا اول شيء بلشنا بالبوفيهات. اغلب الاشخاص بيفكروا انه مو حلوه او محرجه اني ارجع اعبي صحني اكثر من مره. صح. مع انه بالاتيكيت هي هاي فعليا الصح. هذا الصح. بالضبط. اساسا حتى لو تلتزمي باللاين بتقسيمه الاكل اللي بتكون موجوده في البوفيه هي فعليا مقسمه وجاهزه. مزبوط. مبلشيت لك بالشوربه بعدين بالسلطات والمقبلات بعدين بتدخل على الوجبه الرئيسيه، فمو غلط انه نحن اول شيء نشرب المي وناكل التمره. بعدين نرجع ناخذ صحن الشوربه وبعدين نرجع كمان مره نعبي الصحن، بحيث انه الصحن يكون مقسم، يكون عندي نص الصحن للخضار سلطات، نبتعد عن الفتوش للي بده يخفف وزنه لانه فيها نشويات خبز. وخبز مقلي يوجلي. بالضبط، فيها مقالي كمان. وربع الصحن بده يكون للنشويات والربع الاخير بده يكون للبروتين. تمام، معناته اغلبيته يكون خضار بروتين ونشويات. ربع ربع نشويات بروتين والاغلب يكون بالضبط الاغلب خضار يكون نصه. كمان شغلة ممكن بالعزائم بتصير كتير عنا أو هي مشكلة أساسية، أحد أسباب زيادة الوزن في العزائم الحلو. أكيد هلأ الحلو هو السبب الرئيسي لزيادة الوزن برمضان. وكمان في شغلة الناس ما بتنتبه عليها، إنه أنت قاعدة عم تفطري تكوني قاعدة مع ناس بتحبيهم والقعدة بتطول والمواضيع بتكتر، بتصيري عم تاكلي بكميات أكبر وأنت مو حاسة حالك، بصير في عندك إسهاب في الطعام. أوكي. فمش غلط إنك تحطي الكمية اللي بدك تاكليها كاملة وتلتزمي فيها وتاكليها،
مشان الواحد ما ينسى حاله. شوفي رهف، انا بحس بالبوفيهات الواحد المفروض اسهل انه يسيطر على حاله بالضبط، يعني لانه جد زي ما قلتي هي مرتبه، يعني انت بتاكل شويه سلطات بيكونوا حاطين لك مثلا حمص متبل، بتحط معلقه معلقه منهم بالزبط. انا هيك بعمل، عرفتي؟ بعدين بصير الواحد لما بده يجي ياكل المين كويس او الوجبه بيكون اوريدي صار عنده شعور في الشبع، بيختار كميات اقل من اللي راح يحطها وهو جوعان اساسا. ماشي 100%. بعدين في معلومه انه نحن ليه لازم ناخذ هاي الفترات، لانه الشعور في الشبع بده 20 دقيقه لهاي الاشارات توصل للدماغ، مش يعني مش مباشرة لما اكل رح يوصل للدماغ شعور بالشبع. هيك بينوجع الواحد لما ياكل كثير بالضبط، وبصير عنده خمول اكيد. صح. وبشهر رمضان يعني لابد من ممارسة الرياضة، وبننصح حتى الاشخاص اللي ما بيمارسوا الرياضة انهم يحاولوا يمشوا لو نص ساعة باليوم. يعني هاي نصيحة احنا دائما بنحكيها، ويمكن اضبط وقت اللي هو قبل الاذان بنص ساعة ولا بعد الافطار؟ هلا الحالتين بزبطوا. يعني كل حالة لها شغل، يعني لها أشياء مختلفة، وطبعا بترجع لشو الهدف من ممارسة الرياضة. يعني في ناس إذا حدا بده ينزل وزن، إذا حدا بده ينزل وزن هلا يفضل قبل الإفطار، يعني بس مش أكثر من 4 ساعات، مش لأنه إذا مارسنا الرياضة في وقت الظهر أو لما يكون الشمس ساطعة راح يصير جفاف بالجسم بالضبط، راح نخسر سوائل بكميات اكبر، وصعب نعوضها بساعات قليله بالافطار. بالضبط. رهف سمارة كل الشكر لك، وكل عام وانت بخير، وشكرا على المعلومات المفيده اليوم، وان شاء الله يكون كل المشاهدين استفادوا منها. اهلا وسهلا فيك، تحياتنا لك. اهلا وسهلا فيكي. رح ناخذ فاصل صغير ونرجع نبلش معاكم ونكمل حلقاتنا لليوم وفقراتنا من يوم جديد، خليكم معنا.